وكتخلي حتى الناس يقولوا عليك كونتروفيرسيو يعني مثير للجدال. ماشي ضروري نكون قريب من الناس كاملين لانني انا ما كندير السياسه ولا غينتخبوا عليا ولا شي حاجه. كيفاش هاد الحب ديالك لكازا اثر على الابداع ديالك؟ فكرت بنادم يصبر ما يكونش يتفاعل بواحد الطريقه اللي هي شرسه مع هادشي لان الناس واخا كتبدلوا الراي وتتلقى ديك لانتيليجونس سوسيال. كيقول لك علاش ما تكونش بحال كاع المخرجين ولا ما تكونش بحال كاع الكتاب، ما يكونش عندك الكاركتر ديالك. ميم سيدي فالونتان ما تهضرش على شي حاجه اخرى من غير باننا في المغرب الا ما كنتيش عندك برتوش ولا ما عندكش فين تمشي ولا ما عندكش سميتو راه كتولي محنسرتي. كل واحد خصو يخدم. تظن باننا كلنا كنحسوا باننا ما كنخدموش اسي، كنخدموش الى ما كنخدموش 100% يعني باش نوصلوا لداكشي اللي بغينا، وكنحاولوا نلقاو بان المجتمع ولا الناس ولا الوالدين ولا النظام ولا سيسكوغ كيكون حاجز بينه وبين الحلم تاعنا. الوغ سي فو، تظن باننا حنا في العالم ماشي في المغرب، وفي العالم كاينين امكانيات وبوسيبيليتي كبار بزاف الا كانت عندك الخدمه بزاف وشويه تاع الزهر.